أفاد بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس تقدم إلى المصالح الطبية حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا 19 المستجد واعتبارا لكون الأعراض التي ظهرت على السيد الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق وامتثالا لتعليمات الأطباء فالسيد الوزير وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يلازم بيته لمدة 14 يوما ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة. هذه قناة عبر تحييكم، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.